أهلا بكل مشاهدي قناة الصخرة تي في، أجدد لكم التحية وألتقي بكم من جديد. تناول معاذ عليان قضية الطفل الذي اعتدى على طفلة صغيرة وهتك عرضها كما مثبت في القضية في مدينة أسيوط بطريقة مبالغ فيها، للدرجة التي وصف فيها هذا الطفل بالمجرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كم يوم ودخل ملاهي للأطفال اسمها إكس بلاي، تم هتك عرض طفلة لم يتخطى عمرها 5 سنين على إيد مراهق عنده 13 سنة، وده مش طفل كده، ده شخص مراهق، لكن للأسف القانون بيعتبره طفل. وبحسب بيان النيابة العامة إن البنت اتصابت في مكان عفتها، وفي شهود أكدوا على اللي حصل للطفلة فعلا. كتير اتكلموا بقى عن الواقعة وعن اللي حصل للطفلة دي، لكن محدش اتكلم أبدا إن الولد اللي عمل كده ده على الديانة المسيحية مسيحي، على الديانة المسيحية مسيحي، على الديانة المسيحية مسيحي. صاحب الملاهي، والقصة باختصار، الولد اسمه سامر سامي، وأم الولد اسمها أمال موريس، يعني مسيحية، يعني مسيحية، يعني مسيحية. والسؤال هنا، لماذا تناول معاذ عليان هذه الحادثة بالذات؟ لأن فيها طرف مسلم وهي البنت المعتدي عليها. ولو افترضنا جدلا أن الحادثة كانت بالعكس، أي أن المعتدي مسلم والمعتدي عليها كانت مسيحية، فهل يا ترى معاذ عليان هيتناول هذه القضية؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن إيمانه الإسلامي رسخ في عقله أن الأفضلية هي للمسلم بغض النظر عن مدى أخلاقياته أو صلاحه، المهم أنه يكون مسلم، ودي في حد ذاتها اسمها العنصرية. أنك تفضل شخص عن شخص أو جماعة عن جماعة أو مدينة عن مدينة لمجرد أنه معاك في نفس العقيدة وعلى نفس مذهبك وعلى نفس إيمانك. أنا عندي آيات كثيرة قرآنية تبين ان اله الاسلام، وانا ليس لدي اي حرج من ان اقول اله الاسلام، لانه هناك فرق كبير بين الله في المسيحية والله في الاسلام. عندي ايات قرآنية فيها افضلية للمسلم على اي شخص اخر لا يدين بدين الاسلام، ساذكر بعضا منها على سبيل المثال. فقد جاء في سورة القلم 35 افنجعل المسلمين كالمجرمين، وفي سورة الزمر 22 افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يعني أي مسلم له نور من الله، أما غير المسلم فله شأن آخر. سورة الروم 16 وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وفي سورة الحشر 20 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في سورة التوبة 27 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي سورة التوبة 28 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويفسر الطبري من الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وفي تفسيره وهم صاغرون فإن معناها وهم أذلاء مقهورون. وفي سورة المائدة 51 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. معاذ عليان لم يتناول القضية بروح الحيادية، لكنه انحاز للضحية لكونها مسلمة والجاني مسيحي. معاذ عليان تناول هذه القضية ليشعل فتيل الفتنة بين الأقباط والمسلمين. الفتنة يا سادة نائمة، لعن الله من أيقظها. خد بالك، احتمال كبير ان الأيام الجاية ان خفافيش الظلام تغار من معاذ عليان، فيبتدي كل واحد منهم يتناول الموضوع وكأن إسرائيل أقامت الهيكل، مع انها جريمة عادية تحدث في كل مكان وفي كل يوم. لكن المسلم عنده حساسية لما يرى ان من اعتدى عليه هو مسلم، لا ينظر اليه لكونه انسان، ولكن العقيدة الدافع الرئيسي وراء كل هذا. انا شخصيا ضد اي جريمة تقع من احد على احد، ولكن لابد ان احكم على الامور ليس بدافع ديني بل بدافع انساني. فمثلا الدافع الرئيسي للوقوف بجوار القضية الفلسطينية ليس لانهم شعب مظلوم، ولكن لانهم مسلمون، وهكذا مسلمي الهند.
أنت كمسلم لا تدافع عن الإنسان لكونه إنسان، بل تدافع عنه لأنه مسلم على دينك على عقيدتك. وسؤالي لمعاذ عليان ومن على شاكلته، هل لو كان الفلسطينيين مسيحيي الديانة هل كنت ستدافع عنهم بهذه الطريقة؟ أشك في ذلك، ومن يقول لك غير ذلك لا يقول لك الحقيقة. إن دفاع معاذ عليان للبنت المسلمة المعتدي عليها ليس بدافع الإنسانية، بل لأنها مسلمة، وهذا عار عليك وعلى كل من يؤيدك. نحن نستنكر أي اعتداء وندينه ونعطي مساحة للقضاء العادل أن يأخذ مجراه. أم إنك تلقي مزيدا من النار وهي مشتعلة؟ هذا يدل على تعصبك الأعمى. إنها جريمة يا سادة وقعت من إنسان على أخيه الإنسان، وهذا أمر طبيعي ومتكرر كل يوم. دع القضاء يقول كلمته ولا تشعل فتيل الفتنة. والغريب في الموضوع إنه في حوادث كتيرة حصل فيها اعتداء من شيوخ على أطفال، والأطفال دول أصلا مسلمين. لا شفنا معاذ ولا حتى خياله طلع وأدان هذه الحوادث، ولكن الموضوع يحلو عند هؤلاء أصحاب الفتن لما يكون في طرف مسيحي في الأمر أو في الحادثة أو في الموضوع علشان الترند يعلى. طيب تعالوا أفكركم بالحادثة دي. راح مخلعني هدوم يا بابا في المسجد لمرحله الفجر. اما لو كان بنتي كان عمل ايه؟ اهلا بكم، تعالوا نشوف القضيه اللي انا والله بقولها وانا خجلان حزين انها بتحصل من امام مسجد. امام مسجد يعني راجل بيقول قال الله وقال الرسول، يعني بيقف على المنبر اللي الرسول عليه الصلاه والسلام واقف عليه، يعني بيحفظ ولادنا القران. يعني هنلاقي من العالمين اكتر من واحد بيحفظ ولادنا القران؟ يعني انا لو دورت في العالم كله على واحد يصوم عرضي وشرفي وابني وبنتي مش الاقي احسن من واحد امام مسجد ومحفظ للقران الكريم؟ هلا فين تاني؟ يعني انا لو مسافر دلوقتي وعندي 100 جرعة على اليمين و100 جرعة على الشمال، وعندي ابن صغير مش لظروف معينه مش هقدر اخده في سفري، هوديه لمين يكون امين عليه اكتر من واحد امام مسجد بيقف على منبر رسول الله عليه الصلاه والسلام ومحافظ للقران الكريم؟ هوديه لمين؟ وفي كمان نقطه ثانيه، ان الموضوع ده يخلينا نختار الاماكن اللي بنودي فيها اولادنا، لا نثق في اي حد وخصوصا لو حد غير مسلم اصلا، هو بالنسبه له عنده الاخلاقيات والحاجات دي مش موجوده زي ما عندنا، وخصوصا لو حد غير مسلم اصلا، هو بالنسبه له عنده الاخلاقيات والحاجات دي مش موجوده زي ما عندنا، لازم تراعوهم افضل مراعاه، ولو تركناهم في مكان يكون المكان ده عند شخص صاحب دين وصاحب خلق، وده كله مع المتابعه، واحنا كمسلمين ديننا مدينا اخلاقيات معينه بنتبعها، عكس دين هذا الشخص اللي عنده مشاكل في موضوع الاخلاقيات، وان اللي يخلي واحد يفكر يقفي طفله بالفعل ده وفي السن ده، امال لما يكبر ويمسك مكان اهله هيعمل ايه فيهم؟ ابني طفل صغير نفسي اشوفه حافظ كتاب الله، يعني يا جماعه نخاف على اولادنا من حفظ كتاب الله؟ يعني نقول لاولادنا ما تحفظوش قران؟ يعني نقول لاولادنا ما تروحوش جوامع؟ يعني نقول لاولادنا يعني خافوا من الراجل اللي حفظ القران؟ يعني نقول لاولادنا خافوا من الراجل اللي بيقف على المنبر؟ يعني نقول لاولادنا خافوا من الناس المشايخ؟ وصلنا للمرحله دي؟ وصلنا لكده؟ هتكفرونا وتكرهونا في رجال الدين؟ امام مسجد، امام مسجد، امام مسجد، امام مسجد. غلطت انا كاب، غلطت لما قلت للواد ابني روح الجامع خلي الشيخ يحفظك قران، انا غلطت. وخصوصا لو حد غير مسلم اصلا، هو بالنسبه له عنده الاخلاقيات والحاجات دي مش موجوده زي ما عندنا، وخصوصا لو حد غير مسلم اصلا، هو بالنسبه له عنده الاخلاقيات والحاجات دي مش موجوده زي ما عندنا. ده كلهم مشوا وقعد انا وراح مخلعني هدوم يا بابا في المسجد. انا مش بتكلم انه خده في بيته ولا الاب ده خد الولد وداه عند امام المسجد في بيته، ده جوه الجامع، جوه الجامع يا اولاد الكلب، في اكتر من كده ايه؟ خلع الواد هدومه وهتك عرضه واغتصبه. طيب فين معاذ عليان من هذا؟ للأسف خارج نطاق الخدمة. معاذ عليان قالك إن الجماعة اللي اسمهم نصارى دول ما عندهمش أخلاق، فحذر المسلمين منهم على أساس إنهم إرهابيين مثلا. طيب بذمتك يا معاذ عريان، وأنا هسميك عريان لأنك بتعري الحقيقة، فاكر سيدة الكرم لما جيرانها، وهي سيدة قطية مسيحية، جيرانها الرجال المسلمين خلوها تمشي عريانة في الشارع؟ طيب بلاش دي. فاكر الـ94 كنيسة اللي
احرجوهم اخواتك اللي اسمهم الاخوان المسلمين 94 كنيسة اتنهبوا، يعني اتاخد كل اللي فيها، وبعد النهب جاء الحرق. هل سمعت مرة واحدة انت يا من تطعن في اخلاق اصحاب البلد، هل سمعت ان واحد مسيحي راح ولع في جامع مثلا؟ طيب بلاش دي، اسألك سؤال، هو ليه العساكر وضباط الامن واقفين يحرسوا الكنايس ليل ونهار، والغريب انك ما تلاقيش عسكري واحد واقف على باب جامع؟ طيب بلاش دي، فاكر الراجل المسلم اللي طعن وقتل ابونا بتاع اسكندرية بدون ذنب؟ طيب بلاش دي، فاكر مذبحة الزاوية الحمراء اللي فيها مسلمين قتلوا اقباط، ودي كانت على ايام الرئيس المسلم لدولة مسلمة انور السادات؟ قلت انا رئيس مسلم لدولة اسلامية. يا عزيزي لو فتحت سجلات الاعتداءات على اقباط مصر اعتقد انها عاوزه 100 حلقه. طيب تعالى افكرك بداعش، بوكو حرام، انصار بيت المقدس، حماس وغيرهم. انصحك يا اخ معاذ عريان بلاش تقول على اصحاب البلد انهم ما عندهمش اخلاق. عزيزي المشاهد ناتي لنهايه حلقه اليوم، لا تنسى الاشتراك بالقناه مع تفعيل الجرس، ولا تنسى ان تكتب لنا تعليقك، شير الفيديو واعمل لايك علشان تستمر الخدمه. وانا بتاسف جدا اني مش بقدر ارد على كل تعليقات، تعليقاتكم جميلة سواء كانت بالايجاب او بالسلب، اكتب تعليقك واكيد في حد تاني هيقرا تعليق، والى لقاء قريب.